فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه هي القاعدة المشهورة من كلام الشيخ رحمه الله، أن هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم أقل أحواله في الدلالة أن يدل على تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره أنه يقتضي كفر من تشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وكما ذكرنا وأسلفنا أن التشبه يختلف، فمنه ما هو كفر، ومنه ما هو بدعة، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو وسيلة إلى هذه الأشياء. فالتشبه بجميع أنواعه ينبغي الابتعاد عنه، والمسلم قد أغناه الله بهذا الدين وعزه الله بالإسلام من أن يتشبه بأعداء الله وأعداء رسله والذين أهانهم الله عز وجل وأذلهم. ومن يهن الله فما له من مكرم.